مرحبا بك اخويا معز، ومرحبا بكل حضرات النظاره ونظرات. نبداو اخبارنا بالاخبار الرياضيه، ومع رياضه قتاليه جديده اكيد سمعتوا بها، اقترحها مواطن تونسي عجيب، ربما باش ما نقولوش غريب. الرياضه هذه الا وهي رياضه الزمقتال. وبالمناسبه هذه معانا مخترع هذه الرياضه اللي باش يفسر لنا كيفاش طلع بالطلعه هذه. هاي بحيث كوع خلافي بوع موازي، هاي امشي امشي، كوع خلافي موازي موازي، بوع خلافي خلافي موازي. هاي الخدمة صحيحة، هذه هي اللي باش نطيح بها الجماعة الكل. شوف اسمعني يا توفيق، الرياضة هذه بحيث ملي أنا صغير تعلمت الرياضة هذه، هات نقول لك كيفاش. ما تعركت أنا وحنا بعرف بحيث كان يبزنس لي على عليسة، ما تعرف كنت نخرج معها، يا أخي أعطيته بكعبة خلافي طاح 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 موازي، وبعد تعركت أنا المتنبي، عملت الباك على كراسة الماي تسلفها من عندي وما رجعهاش، يا أخي أعطيته بموازي طاح خلافي. من وقتها جاتني الفكرة نتاع الخلافي موازي هذه ورياضة الزمقتال، وبعد شريت اليوسفيين زاد زمقتلهم عينيهم الكل خلافي موازي، وتوا الحمد لله في بحيث حال سالو سبور. وهو باش نوريكم يعني واحد من الاولاد نتاعي اللي علمتهم وكبستهم كيفاش يضربوا بالخلافي موازي. هاي نظيف، هاي هاي وريهم ضربات زمقتال باهين، هاي امشي زمقتلهم بالضحك. كيفاش قلت لي ملامتر به نكبس روحي خلافي موازي موازي خلافي جبالي خلافي موازي خلافي باهي سي بون، اي هكا سي بون باهي. لا لا عاد نحبك مكبوش، عاد امشي 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 في الموازي موازي وكعبه خلافي هكا، بس عاد ما تعطيش بالظهر، ما تعطيش بالظهر، نحبك مستوي عاد تبدا عاد باهي. اوكي خلافي خلافي موازي موازي خلافي، هاني قاعد نتريني لك يا سامي، هات تشوف هات تشوف، خلافي خلافي ما فما خلافي بيناتنا، ما فماش موازي، دونك شنو نقعدوا ديما خلافي 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 موازي، هات تشوف بخ لما نعمل لك. شو شو خلافي موازي مال لا مال تدليك هذاك هو ذاك المزال يا ودي يكذب عليك اللي يقول لك. اسمعني جاي نقول لك انا كتوفيق راهو الزمق تال فهمك العام توا زمق جيش، زمق جيش وضرب صحيح، لا فيه لا ضرب لا شيء، يا ودي راس مالها كلمة، سب وهرب، اطلب قاعدة العمليات يجي الجيش ويفضها هو، يا ودي حتى ضرب ما يدورش بيك، شو اللعبة هذا تو؟ قالوا خلافي موازي، واو نمر الجيش، معناها راس مالها سب وقطع، فما الجيش في الصدافة وأنت وين تالي. شكرا لك سيدي احمد، زعما قتلتنا ربما بالضحك، وكذلك هذا ما يعكسش اللي معانا مواطن اخر يحب يتدخل، لربما عنده حركه جديده وعنده تدخل فيما يخص او في اطار زمقتال. يا ودي اسمعني شيء نقول لك، لا تقول لي لا زمق قتال لا زمق طبال، الزمق عمال اللي عملته وانا وحده، هاو كيفاش تضرب به هذايا؟ ضربه مطرقه، ضربه منجل، منجل موازي، مطرقه خلافي، خلافي موازي بالمطرقه والمنجل مغدي، امورك منظمه، وفي صوره ما مازال يتنفش ولا هبط عليك الباب هاو واش تعمل له؟ تولي تمد الكرادي وتولي تحجر، كرد منا كرد منا اضرب منا واضرب منا، عندك المطرقه عندك يا ودي امورك منظمه، ما تخليلوش نفس، هذا هو الزمق عمال، قال له زمق قتال، انا نقول لك حمل همامي وانا كحمل همامي ضد انواع العنف الكل. اذا حضرات النظاره ونظرات ننتقلوا الى الركن الموالي، وفي طار غلاء الاسعار وكما تعرفوا للزوالي ما عاد خالط على حتى شيء، والقفه ربما ديما فارغه باش ما نقولوش اكثر من فارغه. اذا استنجدنا اليوم بخبير في الميدان باش يعطينا دباره دباره لكل زوالي، تفضل هاو معنا في المباشر. تاني ابراهيم القصاص لست بصاص، تاني نحييكم وتنقولكم السلام عليكم، تشنو اموركم شنو حالكم، هات خلينا نبدو مع بعضنا اليوم نطيبوا ماكله جميله عجل الناس تاكل بالظلف، اليوم نطيبوا كسكسي بالظلف، كسكسي بالظلف هو دمارة اليوم. شنو نقول لكم اذا المشاهدين تبعوني، اول حاجه تتعملوها تاخذ الظلف، الظلف موجود في كل مكان، في الطوابي عندنا في الطوابي ناس تاكل فيه، تاكل في الظلف في اليوم تاكلوه بالكسكس، تاخذ الظلف وتقصوه ظل تقصوا فيه طريفات طريفات زي هذي زي هذي طرفات صح طريفات عريضه، اي والله عريضه، فمن اللي يخلط على الظلف ياخذ الحطب والقدير وقدره في بلاصه الظلف ياكل كسكس بالحطب، يعني كيف نفس البرنزيب يعني نفس الحكايه، تقصها تقصها كيف كيف هكا عريضه، بعدين بعد ما قصينا الظلف ناخذ قصعه عريضه حلوه يعني زي هذه باهي، ناخذ بعدين الكسكس، الكسكس من المستحسن انه يبدا يعني نوعيه طيبه كسكس محرزيه، تاخذ الكسكس وترموه في مصفى في مصفى عفوا في القصعه، خذيناش الظلف والكسكس قعد لنا مشكل الزيت، الزيت من مشكل الزيت، خذوا زيت فراه من الواش بالنسبه اللي عند الواش زيني، واللي ما عندهاش ياخذ زيت تاع مطور تاع قريب يعني من المشكله، المفيد تصبوا الكسكس على الظلف وتحركوه مع الزيت، ماكم تعرفوا الكسكس يعني كسكس لا يرجع لاصله، نفس الحكايه، خليناه يغلي كله مع بعضه مع بعضه مع بعضه مع بعضه، لما تحسوه بدا يغلي حطوا عليه الغطاء تغطوه تغطوه تغطوه، ما تخلوش يعني هو يغلي وانتم تغطوه، كيف ما نعمل تنافل في المجلس التاسيسي نبدا نتكلم تناغلي تناغلي يقص عليا ويطفيني ويغليني ويسكتني منه مصطفى، بعدين تخليه تحسه غلا 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 غلا، تزيد تعطيه وقته تعطيه دقيقه، واذا مثلا انت عندك كتلات كثيره في التاسيسي تزيد كتلات، تولي كسكس بالظرف فيه كتلات،
وكيفنا نحن مع الناس كتلات كبيرة يعني نطيبه بالظرف فقط. تبعدين لما تحسن شف تحط للمية، تحط للمية، لا مش مية جريبي، مية عندكم يعني مية الواد ولا مية السبالة زي بعض. حتى اللي ما عندهاش وين عبد الوهاب معطل عند البريق تيعطيه المية. كل اللي حب يتبنى ان هالكسي بالظرف وعند الفلوس وحب يصرف تيزيد شوية لطف الزيتون. انت بعد ما تكمل وتاكل هذا ما تاكلاش، تشرب ماء فقط. بعد ما تشرب ماء تنصحك انا نصيحه، تاكل معاه شوي حبيب لوز، خذ حتى 100 غرام حبيب لوز وكلهم وتفضلني يا اخوي وتذكرني. انت بالمناسبه هذه الكسكس بالظرف كان هديه لسي بن سالم، سي منصف بن سالم تاع العام الاعتصام هذا تاع جوع، قال لك ما ناكل حتى شيء، قول له كول الظلف، كول الظلف تتفرهد، انت معتصم بطبيعتك يعني حتى لو كان زدت اعتصمت مش مشكله. اذا وخيانا نتاع التلفزيون اللي تفرجوا فينا، هذه هي يعني دباره اليوم، دباره الاسبوع الجاي بحول الله لو العباد طلبت مش نحن حبينا، دباره الاسبوع الجاي تجلال بريك بالتم تنعمل، ولا جلال بريك صوابع، كل قدر وقدره.